سويعات فقط تفصلنا عن دخول محاربي الصحراء معركة المحافظة على اللقب القاري. أولى المواجهات للخضر ستكون أمام سيراليون بملعب جابوما بالكاميرون. فنانون وككل مرة أبوا إلى أن يرافقوا ثعالب الصحراء كان 2022، ذلك عن طريق إصدارهم لكليبات وأغاني متنوعة بهدف تشجيع المنتخب الوطني في هذا الموعد الهام الذي يسعى فيه رفقاء رياض محرز الحفاظ على تاجهم الإفريقي. الفنان ناموح ميلانو هو الأول الذي أصدر أغنية بلادي أولى تشجيعا لمحاربي الصحراء. جيشنا مستحيل معانا كومبا أراب أفريقيا ولا لبغمبا. فيصل المينيو هو الآخر أصدر عمل رفقة أنستينا وعادل إيبيزا كليب تحت عنوان أليليفير، أغنية جمعت مؤثرين معروفين. في حين جمع طارق القليعي وجوه فنية من مختلف الأعمار في فيديو كليب تحت عنوان الخضراء تيكي تاكا. الجزائر إذن ومختلف الشرائح على موعد في ساعات قليلة مع مباراة الافتتاح من عمر المجموعة الخامسة التي تضم كل من المنافس الأول سيراليون، كوت ديفوار وخينيا الاستوائية. فحظ موفق لمحاربي الصحراء في هذا الموعد الإفريقي. عطار حبة حبة خضرة تيكي تاكا بنيلي تقبل شبكة. يا عطار حبة حبة خضرة تيكي تاكا.